السلام عليكم وصبحكم الله بالخير. شلونكم؟ حياكم الله مع مزاج. السلام عليكم وصباح الخير. شلونكم؟ عساكم طيبين. يا هلا ويا مرحبا مع مزاج. صباح الروقان، صباح الفجر الحلو على شارع الخليج. وكالعادة لما أوصل بنتي الدوام مسكينة من الجنود المجهولين، أمر شارع الخليج اللي الناس تحسب هالحزة الساعة 5:30 الصبح إنه خالي. بالعكس، حياة وما شاء الله في ناس يمارسون الرياضة. أنا رحت أمشي شوية، أبي أحرك ريولي والجو حلو يساعد. للحين ما صار حر، فقلت خل أصفط في المنطقة اللي تكون مقابل برلمان الكويتي. قطعة حلوة مزروعة خضرة ومساحته حلوة والممشى ماله حلو، وعلى يمي مني بحر ومني شارع. أستمتع مرة أشوف البحر وأنا أمشي، أطالع الشارع وأطالع الرياضات اللي تكثر في نهاية الأسبوع سواء كان جمعة أو سبت. كثير من المتابعين معاي يشوفون أن اللي يمارسون رياضة اللي هما الدراجات الهوائية والنارية يكثرون بهاليومين. استقليت عندي وقت فاضي، خل شوية أتمشى وأصور لكم هالأجواء الحلوة هذه. وايد أحب أنا يوم الجمعة أروح الساعة 5:30 6 بالكثير قبل لا ترتفع الشمس. البحر هادي شحلاته، وقلت خل أتمشى شوية. لقيت ناس عوايل، أعتقد ما أدري متى رايحين، إذا أنا مصورة على 5:30 قاعدين يتسبحون، أصواتهم تونس وتحسون فيها سعادة. عسى الله يتمم عليهم يا رب. فطبعا كل ما تشوفون رياضة الدراجات الرياضية على أوجها، يعني في ناس يصيدون بالسنارة على الاسكلة هذه. ففي حياتي، يعني هل لي أنا أوصي دائما أقول طلعوا بهالوقت؟ استقلوا ان للحين الجو ما شاء الله ما تأثر بحرارة الشمس. عطلة النوم لاحقين عليه، نصلي الفجر نقعد شوية نرتاح ونطلع. شنو يمنع؟ هذه أجواء والله تنشره ببلاش هذه، فليش ما استقلها؟ أطلع أتمشى أتنفه، أطلع عائلتي إذا ما كنا احنا مسافرين بالصيف. هذه الأوقات تنفع ان الواحد يطلع فيها. وش كل ما قلت لاحقين ان ننام، نام شوية الظهر، شوفوا الشمس، قرص الشمس من اجمل واروع خلق الله سبحان الله. وايد تعجبني انا الشمس، مناظر حلوة وانعكاس الضوء على الماي وايد حلو. فأنصح بشدة إنكم تطلعون في نهاية الأسبوع في هذه الأوقات. ترى كل بقعة بالكويت صوب البحر لها طعم ولها إحساس ثاني. يعني لو نشكل كل مرة نروح مكان يصير في تغيير، ما في ملل. هذا الزوري لما شفته صورته، سمك الزوري احنا نسميه زوري الصغار، قبل تذكرت لما نروح واحنا صغار مع اهلنا البحر نجيب لنا شكل الطاسة الكبيرة ونقطيها ب
بقماش أبيض قطن ونشقه من النص ونحط فيه شكل للطحين، ونحطه على الماء الضحل كذي، ننطر مدة على شوف الدراجين حالاتهم زين، ننطر مدة فجأة يتنملي من هالسمك هذا الصغار مساكين مسوي لهم مصيدة، فنرفعه بسرعة كذي فناخذ أكثر كمية من هذا السمك، احنا نسميه الزوري، ما ناكله بس شو نسوي بعد، شطانة وبلاسة لما كنا صغار. هني لقيت شيء جديد بالنسبة لي، اللي هي ما اعتبرها رياضة لأن ما فيها جهد، إنما قاعدين يستغلون هذول اللي يسمونهم الكهربائي، القاري الكهربائي، اللي هو واقف واللي هو قاعد، بالنهاية هي استمتاع، مش بالضرورة إلا رياضة. رياضة في مساكين يشتغلون طول الأسبوع، فيوم الجمعة تكون إجازتهم يطلعون مع أصحابهم يتنفهون. هني قلت خل أمر حبيبتي لمباركية، وكما تعلمون ولمحبي لمباركية أراويكم إياها الساعة ما كملت الساعة 6، يعني 6 إلى 5 تقريبا أنا دخلت لمباركية، ماكو أحد، هدوء، صخة، العادة ما شاء الله تكون مباركية وخاصة هذا السبوت وايد كراودي ومزدحمة، لكن هالوقت هذا من الصبح ما فيها أحد إلا كم عامل أو مار من هالمكان، حتى ما فيها غير اللي عارفه أنا جية اللي يفتح الساعة 6 اللي تريقت فيه ذاك اليوم، ما في مطاعم تفتح هالحزة عشان الواحد يتريق، على حد علمي إذا تعرفون قولوا لي عشان أنا أحيب هالحزة خلوني أروح أتريق فيه. هني السيائر اللي واقفة ما أدري ليش، يعني لا ساكنين أعتقد في هالمنطقة ولا في محلات فاتشة، يعني كم السيائر هذه اللي صافطة ما أدري شنو قصتها بصراحة، الساعة 6 الصبح ويوم يمعة ما أدري، يعني خلتني أفكر بصراحة ما أدري ليش صافطين هالصوب، شارع ضيج وأنا سيارتي كبيرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هني طلعت صوب مسجد الدولة الكبير، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، موقعه وايد حلو يعني مدروس بعناية. لحد يسألني عن المباني اللي لاصقة فيه ما شاء الله الكبيرة، لأن ما انتبهت شنو مكتوب عليهم، يعني هذا المبنى ما أدري شنو مكتوب عليه، شغلة مختصة بالمالية أو whatever ما أدري. الحين أنا طبعا بديت شوية أيوع وطق براسي شغلة، يا ويلي من المتابعين اللي يحرصون على الأكل الصحي، هني راح ينتفوني تنتف، دايما يقولوا لي ديري بالك وكلي أكل صحي شربي ماء والكلام هذا، هذا الشارع أعتقد شارع أحمد اليابر نهايته عند الدوار في مطعم الكل يعرفه خاصة الريايل شوفوا وين رايحة مطعم صوت الهند هذا يعني أشهر من نار على العالم، قديم ويون الريايل يتريقون، شوفوا شريت سمبوسة جبن وسمبوسة خضار